أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تواصل العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين نهجا راسخا يتجسد في مختلف مسارات العمل الوطني. وأشار سموه إلى أن التطوير والتقدم من أجل الوطن والمواطن ينبثق من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه حفظه الله بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما جاء به من توجيهات لصالح مملكة البحرين وكافة أبنائها والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة. وقال سموه أننا نؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل خلق الفرص النوعية للمواطنين في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى تطلعه إلى تعاون الجميع من أجل تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية ومواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على الجميع. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظ الله اليوم بزيارة مجلس النواب يرافقه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصول معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة النواب. وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى أن إرادة وعزيمة فريق البحرين مستمرة بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودتها ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة القطاعات نحو المزيد من الابتكار والتطوير، مشيرا إلى الحرص الدائم على ترسيخ قيم الاستدامة والتنافسية والعدالة لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في كافة مسارات العمل بروح فريق البحرين الواحد من خلال التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.